قال رحمه الله: وأوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى الغروب، ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، والله أعلم. ختم المصنف رحمه الله البحث بذكر أوقات النهي، والسبب في هذا الختم لماذا؟ لأن أوقات النهي مما يمنع فيه التطوع إجمالاً على قول، أو المطلق على قول. المصنف رحمه الله قال: وأوقات النهي أي عن الصلاة عن النوافل المطلقة، يعني عن النوافل التي لا سبب لها، هذا معنى المطلقة، النوافل التي لا سبب لها. فمقصود بالمطلقة ما لا سبب له من الصلوات، أما ما له سبب فإنه لا ينهى عنه. هذا ما أفاده كلام المصنف رحمه الله، وهذا أحد القولين في المسألة، وهو أصحهما، أصح القولين في المسألة، أنه لا نهي عن الصلاة ذات السبب في أي وقت كان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة ونهى عن الصلاة، فما يكون من النهي عن الصلاة هو ما لا سبب له، أما ما أمر به فإنه يفعل في كل حين ووقت. فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا نهي عنه لأنه له سبب. قوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبدي مناف، يا بني عبدي مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي ركعتين أي ساعة من ليل أو نهار، وهذا يدل على أنه لا ينهى عن الصلاة في، لا ينهى عن هذه الصلاة في أي وقت من الأوقات. فما جاء من النهي في قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، محمول على ما إذا لم يكن سبب. أما ما إذا كان سبب كالصلوات التي لها سبب مما ذكرت أو مما ذكر المصنف رحمه الله، فإنه لا ينهى عنها. بيّن المصنف رحمه الله أوقات النهي إجمالا، فقال: من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح. وهذا العد الذي ذكر المصنف لأوقات النهي هو العد الإجمالي، لأن أوقات النهي في الجملة ثلاثة وبالتفصيل والتقسيم خمسة. أما في الجملة فقال: من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وهذا يتضمن وقتين من أوقات النهي على التفصيل، فإن وقت النهي من بعد صلاة الفجر حتى تشرق، ومن شروقها حتى ترتفع قيد رمح، كما جاء ذلك فيما يذكر المصنف رحمه الله. فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر، فقول عمر رضي الله عنه في بيان أوقات النهي: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس، أي حتى ترتفع الشمس، وشروقها يحتمل أنه بداية ظهورها، أو ويحتمل أنه ارتفاعها وتبينها، ويبين ذلك حديث عقبة رضي الله عنه فيما يتعلق بنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد شروق الشمس حتى ترتفع قيد رمح. أما الوقت الثاني فهو من صلاة العصر إلى غروب الشمس، وقد تضمنه حديث عمر رضي الله عنه وحديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة رضي الله عن الجميع. ومن قيام الشمس في كبد السماء، أي توسط الشمس في كبد السماء، حتى إلى أن تزول، أي إلى أن تميل، وميلها هو انصرافها من جهة من وسط السماء إلى جهة المغرب. هذه هي الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وأكثرها تفصيلا وتمييزا للوقت هو حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في الصحيح، حيث جاء قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تميل الشمس، وحين تضيف وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. هذه الأوقات الثلاثة سماها العلماء الأوقات المشددة أو الأوقات التي يتأكد فيها النهي، وما بعد صلاة العصر إلى تضيف الشمس للغروب، وما بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع إلى شروقها، هذا وقت من أوقات النهي مخفف. ولذلك بعض العلماء يرى أن الصلاة ذات السبب تصلى في الأوقات المخففة، أما الأوقات المغلظة وهي الأوقات القصيرة التي لا تمتد فإن النهي فيها نهي مؤكد عن كل صلاة. والأقرب والله تعالى أعلم أنه لا فرق بينها في النهي، وإن كان هذه الأوقات نص عليها صلى الله عليه وسلم، لكن نص على الأخرى في بقية الأحاديث. وبهذا يتم ما يتعلق بأوقات النهي. خلاصة أوقات النهي أنها خمسة بالتفصيل وثلاثة بالإجمال، وهي مجموعة يعني قد يفهم بعضها من حديث عمر رضي الله عنه في الأربعة أوقات، وحديث عقبة تضمن آكد أوقات النهي، وحديث أبي سعيد تضمن الوقت إجمالا، لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تشرق حتى تطلع الشمس، وطلوعها يشمل ارتفاعها قيدا رمح. فبمجموع هذه الأحاديث يتبين لنا أوقات النهي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نقف على أبصار الجماعة، وغدا إن شاء الله الفجر نستكمل.